بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة المنتجبين. الواقع العربي، هل العالم العربي يؤمن بقضية؟ هل الفرد العربي يؤمن بقضية؟ هل الجماهير العربية تؤمن بقضية؟ لا قضية للعالم العربي. لنأخذ مثال العالم العربي وهذا الاحتراب الطائفي وهذه الاحتقانات الطائفية، من أين جاءت؟ إذا أردنا نتأمل خلال 7 سنوات، نتأمل حالة العالم الافتراضي هو عالم الفضائيات وعالم الانترنت، ونتكلم عن تويتر وعالم الفيسبوك، لنتأمل من حرك الشارع العربي؟ من يملك هذا العالم، هذا الفضاء؟ شركات أمريكية، شركات أوروبية، شركات صهيونية، يعرفون كل شاردة وواردة عبر هذا العالم الافتراضي. ومن هنا عندما بدأت صيحات الربيع العربي عبر وسائل التواصل، عندما بدأت بالفيسبوك وتويتر، أين الرقابة الحقيقية؟ جاء الموساد، جاء الفكر الصهيوني أمريكي بعالم الفيسبوك، هذا العالم اللي ملاكه غربيين، وعبر هذه الوسائل استقل حاجة الشارع واستقل حالة الفراغ، فراغ، لا قضية أبدا. بدأوا يطرحون قضاياهم بتحطيم العالم العربي، قضاياهم بتمزيق الأمة العربية. هذه الفوضى الإلكترونية اللي كانت بالربيع العربي، من حركها؟ من مولها؟ أسئلة وتساؤلات محقة. وفي المقابل اليوم، بعد حالة الاستبداد السياسي من بعض السياسيين العرب، من بعض أنصار الصهيو أمريكية في المنطقة، اليوم حملات كبيرة على هذه الوسائل ذاتها، على الفيسبوك، على تويتر، إغلاق لبعض المواقع مجرد أن يتكلم عن المقاومة، صورة لأي رمز من رموز المقاومة للقضية الفلسطينية، نصرة للقدس، أو لقضايا الشعب اليمني، أو تتكلم عن مظلومية الشعب البحريني. مجرد أن ينتقد نظام سياسي معين في المنطقة، مجرد أن ينتقد مشاريع وهمية، أو تنتقد سياسي أو مستبد من المستبدين العرب، يتم إغلاق هذا الحساب. إذن هذه الحسابات عبثت بالعالم العربي في بداية ما يسمى الربيع العربي، ومن ثم اليوم تكتوي بنفس النار. سمحوا في البداية، ومن ثم اليوم هذه الهجمات والاعتقالات، خوف، رعب كبير، ترتعد هذه الأنظمة العربية المستبدة من هذه الحسابات. وفي المقابل يجيشون جيوش جرارة بالفيسبوك وتويتر بما يعرف بالذباب الإلكتروني، حسابات لجهاز أمن الدولة، ثم يبدأ يشكك، يقوم بحملات مضادة لأي رمز ينادي بالحرية، بالعدالة الاجتماعية. أي إنسان ينتقد نظام، ينتقد سياسة معوجة في المنطقة، هذا الذباب الإلكتروني يقوم بحملته ويشوه ويتكلم ويزور ويلفق الصور، هنا لتغييب العقل والوعي. أين القضية؟ طيب من يوجه الشارع؟ هذا العالم الافتراضي اللي مزق الأمة العربية ومزق الأمة الإسلامية. بعد هذا الاحتراب الطائفي، وبعد هذه الفوضى الخلاقة التي نادت بها الإدارة الأمريكية، لنشاهد حال الأمة العربية. من المؤسف بلد عريق كبير مثل العراق الجريح، هذا البلد اليوم بجغرافيته، بشعبه، بأطيافه، بمكوناته، اليوم بلد صغير مثل الكويت، نعم صغير بجغرافية لكن كبير بعطائل. الكويت اليوم طبعا بمبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مبادرة سامية بإعادة إعمار العراق مما خلفه تنظيم ما يسمى داعش. المؤتمر أقيم بدولة الكويت، وعلى هامش المؤتمر هناك مؤتمرا إنسانيا لبعض الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات والأموال من أجل الشعب العراقي المنكوب جراء الاعتداءات الداعشية الأمريكية. هذه قضية إنسانية، إعادة إعمار العراق، لفتة جميلة أنا أفخر فيها ككويتي، أفخر بأن هذه اللفتة الجميلة من صاحب السمو أمير دولة الكويت، بأن تبنت الكويت إعادة إعمار العراق، استقطبت رؤوس الأموال من كل مكان، من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إحنا كعرب مع أي مبادرة إنسانية مع الشعوب العربية، مع أي مبادرة تكون نصرة للشعب الفلسطيني أو للشعب السوري أو للشعب العراقي أو للشعب اليمني أو للشعب الليبي، كفانا حروب، كفانا عبث. لذلك هذه المبادرة جميلة، ولكن المؤلم بهذه المبادرة الإنسانية البذور الشيطانية في هذا المؤتمر، النفس الشيطاني الأمريكي الذي حضر
أرض الكويت وتكلم بنفس خبيث عندما قال ندعم هذا المؤتمر لإعادة إعمار العراق بعد تدمير داعش. السؤال اللي يطرح نفسه، إلى متى والإدارة الأمريكية تسخر من العقول العربية؟ إلى متى والإدارة الأمريكية تكذب على الشارع العربي؟ إلى متى والأنظمة العربية تراوغ؟ اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ريكس تيريلسون، تصريح يعني إن صح التعبير كأنه تصريح أفلام، يتكلم بقمة السذاجة بأن اليوم هذا المؤتمر خطوة إيجابية والولايات المتحدة الأمريكية أهم الداعمين لإعادة إعمار العراق. ننتبه ممن؟ من ما خلفه داعش من فوضى. طبعا لابد من الحضور الأمريكي في كل المؤتمرات، خصوصا المؤتمرات النفطية والاقتصادية وأيضا المالية، واليوم إعادة إعمار العراق. And Iraq's Ministry of Finance will sign today a $3 billion memorandum of understanding that will set a stage for the future cooperation. لنتأمل بس، أنا بهذا الخطاب أبي أقف عند هذه العبارة، عبارة داعش، يعني كأن الولايات المتحدة بالحقيقة تحارب داعش، هذه كذوبة. لنتأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وهو يتكلم. من أوجد داعش هو حكومة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كلينتون، تؤلف كتاب وفي هذا الكتاب تتكلم بأن نحن من أوجدنا القاعدة ونحن من أوجدنا تنظيم داعش. تنظيم داعش، حتى المسمى هو مسمى أمريكي، مسمى أمريكي لكي يبعد الناس عن الخطر الحقيقي بهذا الفكر، فكر داعش. هم لا يعرفون الإرهاب، الكل الأنظمة العربية الزعماء العرب يعجزون أو يجبنون من قول كلمة الحق. من أوجد داعش هي الإدارة الأمريكية، هذه حقيقة. لذلك أنا ما لفت انتباهي بخطاب تيريلسون هذه الكلمة، محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، في مؤتمر الرياض عندما أخذوا الأمريكان الجزية من العرب 460 مليار أو ما يزيد، رقم يعني يعمر كل العالم العربي، يجعل من العالم العربي جنة اقتصادية. هذا الرقم ذهب إلى الخزينة الأمريكية. بذاك المؤتمر الكل تكلم وسنقاتل مش عارف إيش إلى آخره، هذه العبارة المنمقة الجميلة، الكل يتكلم وسنقاتل داعش والتنظيمات الإرهابية. طيب حدثوني، من هو التنظيم الإرهابي؟ حدثوني عن داعش، عرفوا داعش تعريف صحيح. داعش يتبنى أي فكر، داعش يحمل أي عقيدة، كفاكم سخرية من العقول العربية. داعش تنتمي إلى أي فصيل ديني؟ داعش تنتمي إلى أي موروث؟ داعش تنتمي إلى أي فقيه؟ داعش من أي كتاب جاء بكل هذه الفتاوى القتل والنحر وأيضا الغدر؟ إعادة إعمار العراق خطوة إيجابية جميلة، على الأقل مشروع إنساني، مشروع جميل يعطي أمل للشعب العراقي، بادرة أمل جميلة كانت. ولكن المؤسف المتاجرة بآلامنا، المؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والغرب يتاجرون بآلامنا، تاجروا بأفكارنا عندما احتلوا عقولنا، هم من دمروا أوطاننا، مع ذلك يخرجون لك ويتكلموا ويتبجحون بكل وقاحة اليوم بأن كأن الغرب وكأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتصدق على العالم العربي، تتصدق على الشعوب العربية، تتصدق على الشعب العراقي الذي هو ضحية الإدارة الأمريكية. غياب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إعادة إعمار العراق، عنوان الصحف العربية اللي هي مناهضة لمشروع المقاومة. الكل تكلم وقال غابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لماذا غابت الجمهورية الإسلامية؟ نعم غابت عن إعادة إعمار العراق لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من دعمت الحشد الشعبي والجيش العراقي بالسلاح،
الجنرال قاسم سليماني كان من أوائل المقاتلين ضد تنظيم داعش عندما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسليح الجيش العراقي ضد داعش. هذه الحقيقة، كل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون هذه الحقيقة. كانت الجمهورية الإسلامية حاضرة بكل الميادين العراقية، كانت الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة موجودة، وهذا المحور اليوم من كان يقول في السابق الهلال الشيعي، هذا الهلال الشيعي اليوم حرر الأراضي العراقية من دنس داعش الأمريكية. هذا واقع. الارتباك والكذب الإعلامي، يريدون فقط رؤية الملك الفاسد، يريدون رؤية الملك المستبد، الرؤية الأمريكية، يريدون العرب أن ينظروا بعيون أمريكية، ينظرون لكل واقعهم السياسي والاقتصادي، يقض الطرف عن أشياء ويروا أشياء. يريدون اليوم كل من عاد الولايات المتحدة الأمريكية هو عدو للنظام وعدو للأمة العربية. هذا واقع. لذلك اليوم هذه الأنظمة ذاتها وهذا الإعلام العربي الصهيو أمريكي اليوم خرس وصمت صمت القبور عندما أسقطت مدافع الجيش العربي السوري طائرة صهيونية. طبعا حالة الرعب لدى الكيان الصهيوني اليوم بعد انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه في سوريا في حالة ارتباك، حالة ارتباك اليوم، هم مهزوزين ومهزومين من الداخل. لذلك هذه الحالة والهجمة المتهورة عندما قررت الحكومة السورية الرد أسقطت هذه الطائرة، وهذا دليل قوة الحكومة السورية وحلفائها في المنطقة. نعم كانت هناك أكثر من غارة من قبل، لكن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني يحاول جس النبض، يحاول أن يفتح جبهات، ولكن هنا التكتيك السياسي والذكاء السياسي والذكاء العسكري. الشاهد، نرجع إلى قصة هذه الطائرة، هذا نصر، نصر جديد لمحور المقاومة، هذا نصر حقيقي، الكل فرح عدا هذه القنوات اليتيمة، أيتام الإدارة الأمريكية، الإعلام الصهيو أعرابي. عندما نزل هذا الخبر وكان يعني خبر مفرح لجماهير المقاومة، القنوات الشريفة الكل فرح، حتى الشارع العربي الشارع السوري بدأوا يوزعون الحلوى بالشارع، كانت مناظر جميلة. كان يوم حزن، يوم حزن لهذه القنوات الصهيو أعرابية. هنا القضية، عندما نقول بأن العرب بلا قضية، عندما نقول بأن واقعنا مر، هذا الواقع المر، انهزامية في الداخل، حالة خنوع اليوم، نستسلم ولا نفرح لأي نصر، لأي نصر لمحور المقاومة. اليوم محور المقاومة يقولون شيعيا سنيا، لا، محور المقاومة مع الإنسان، محور المقاومة مع العدالة الاجتماعية، مع طرد المحتل من الأراضي المغتصبة، محور المقاومة مع إرادة الشعوب باختيار أنظمتها وحكامها، لا مع الفوضى الخلاقة. كل من يدعم الفوضى الخلاقة من محللين سياسيين، من كتاب، من مفكرين، من علماء، من مشايخ، هذه مشكلة، مشكلة حقيقية. حتى قرأت لبعضهم اليوم بدأ يتراجع عن تفسير بعض الآيات القرآنية التي تتكلم عن مكر اليهود. هذا العالم ما هو لبوق للسلطان، بوق للسلطان، بوق للحاكم، بوق للأمير، يعني مشكلة. يتكلم اليوم يتعاطف مع الشعب الصهيوني. أنا لا أتكلم الآن عن الديانة اليهودية، أنا أتكلم عن مكون صهيوني عاث في الأرض فسادا. لذلك اليوم يأتي هذا العالم ويتكلم ويغازل إعلاميا، طبعا يغازل الكيان الصهيوني عندما يقول هذا العالم المحسوب على السلطة، يقول نتعاطف مع الجريمة الكبرى التي حدثت لليهود بما يسمى الهولوكوست. هذه مشكلة، هذه جريمة بحد ذاتها. عندما تتكلم عن مظلومية الصهاينة وتتكلم عن مظلومية اليهود بالهولوكوست وكل الصحف الصهيونية تنشر هذا الخبر وتقول نحن نقدر هذا الحس الجميل من هذا العالم، ولا يتكلم هذا المسكين، هذا باع دينه من أجل دنياه، لم يلتفت هذا إلى تضحية الشعب الفلسطيني المقاوم. هذه النماذج، هذه النماذج دمرت العالم العربي. عندما نتكلم عن أمل، أنا متفائل، متفائل بالنخب. إحنا اليوم ما علينا إلا أن نبلغ،
تبليغنا، نعول النخب على الطلاء، نعول على الشباب اليوم، على المثقفين، المثقفين الحقيقيين، على من قلب على الأمة في قضايا مشتركة. ما نستطيع اليوم، لن ننهض أبدا دون مساعدة الآخر، لكن اليوم عدونا واحد، عدونا واحد، والمشكلة أن عدونا اليوم يتلذذ فينا ويقتات على مصائبنا وأيضا يدير أزماتنا. والكارثة الكبرى بأن اليوم يتصدق علينا من بلاوينا، يتصدق علينا مما صنع فينا، دمر أوطاننا، سرق خيراتنا. مع ذلك العالم العربي بغفلة، أنظمتنا العربية كاذبة تتوجه بنفس التوجه الأمريكي، هذه مشكلة. لذلك اليوم التعويل على النخب، اليوم صناع الرأي أو نتكلم عن الناس المجردين اللي يتكلمون فعلا عن الأمة. العدو الأمريكي بشر بالفوضى الخلاقة وهو يمارسها في العالم العربي. يجب أن نكشف هذه المؤامرة الكبرى ونرجع إلى قضايانا. عندما نكون أصحاب قضية، عندما نكون أصحاب مبدأ، نستطيع أن نعرف من يتآمر علينا. هناك فوضى، فوضى بالفكر العربي. نأخذ مثال واحد على حالة الفوضى والفراغ العقلي. شخصية جميلة، شخصية كانت مقاتلة مجاهدة، الكل روج لهذه الشخصية وتكلم. عبد الله عزام، عالم دكتور، هذا رجل تربى في المملكة العربية السعودية، درس بجامعاتها، صاحب توجه سلفي، ولكن من ناحية الحركية توجهه قريب إلى الإخوان المسلمين. هذا الرجل كان مجاهدا، هذا الرجل أردني الجنسية، ولكن هذا الإنسان هو من أصول فلسطينية، قضية الأم يفترض أن تكون فلسطين، قضيته يفترض أن تكون إرجاع الحق لأصحابه، يفترض تكون قضيته الحقيقية هي فلسطين والشعب الفلسطيني ومظلومية الشعب الفلسطيني. هذا الإنسان مع أصحابه صاروا يعني أداة بيد الإدارة الأمريكية، وقاتلوا بأفغانستان المشروع الروسي كما يسمونه، قاتلوا في أفغانستان هذا المشروع التدميري، قاتلوا بأفغانستان بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة ريغن آنذاك. حكومة ريغن هي من دعوتهم، هي من أوجدتهم، هي من استقبلتهم في بلاط البيت الأبيض، استقبلت ما يسمى المجاهدين. هذا هو الخلل العقل العربي. عندما يكون هذا الإنسان صاحب قضية، كل مجهوده وأسلحته وأفكاره وتنظيماته، هذا التنظيم أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلة خصومها الروس، تركوا القضية الفلسطينية وراحوا يعبثون بعقول الشباب وراحوا يقاتلون نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك اليوم شباب الأمة نسوا القضية الفلسطينية، نسوا القضية المحورية، هجروا كل شيء وصاروا إما بصفوف داعش اللي هي ما هي إلا صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، أو وقعوا فريسة هذه الأنظمة الهشة التي لا تمتلك أي مشروع وأي رؤية لشعوبها العربية أو الإسلامية. جميلة جدا روح المحبة والإخاء، جميلة جدا روح العروبة، روح السلام، روح الحب. هذا التعاون موجود في كتاب الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رب العباد الله تبارك وتعالى يقول لعموم البشرية وتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو البر، أن أكون في عون أخي، أن أكون في عون جاري، أن أكون بعون أي إنسان منكوب ومظلوم، لا أتحالف مع الشيطان من أجل تدمير الوطن العربي والإسلامي. وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى بأن أتحصن بالله، أن أكون مع الله، أن أكون مع العدالة والمساواة. جميل، جميل جداً عنوان المؤتمر، إعادة إعمار العراق. نتمنى فعلا إعمار القلوب، القلوب بالحب بالتعاون، ولكن حذاري أن تقعوا في شراك الإدارة الأمريكية، شيطان شر مطلق في العالم العربي والإسلامي. أتمنى من الأنظمة العربية، أتمنى من الحكومات العربية، أتمنى من الزعماء والملوك والرؤساء وأصحاب الأملاك ورؤوس الأموال في عالمنا العربي أن يلتفتوا إلى المنكوبين في العالم العربي، إلى اللاجئين في المخيمات، يحتاجون إلى التفاتة إنسانية، لا يحتاجون إلى التفاتة أمريكية. جاملتم الإدارة الأمريكية، أنا لا أقول جاملوا هؤلاء الشعوب، ولكن اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى، من تقوى الله أن تلتفتوا إلى عباد الله. والله غالب.